السلام عليكم ورحمة الله. ازاي طلبة تالتة اعدادي؟ هنحل مع بعض ان شاء الله جرامر يونت 4 الوحدة الرابعة. يا ريت قبل ما ابدأ ما تنساش اللي عجب بالفيديو واشتراك في القناة. شرح كل دروس الجرامر موجود في قائمة تشغيل جرامر تالتة اعدادي الترم الاول، هتلاقي اللينك موجود في اول تعليم. اول قاعدة معانا هي زمن المضارع التام. زمن المضارع التام يعتبر هو الماضي البسيط، يعني حدث انتهى او ممكن يكون مازال مستمر. لكن الفرق بين المضارع التام والماضي البسيط ان انا مثلا اقول ايه، المضارع التام اقول I have، طبعا بيتكون من have او has والتصريف الثالث، هتلاقي الشرح موجود بالتفصيل. have او has زائد التصريف الثالث، اقول انا سافرت الى باريس، يبقى I have traveled to Paris، ده المضارع التام معناه انا سافرت لباريس. طيب الماضي البسيط ايه بقى؟ هي نفس الجملة لكن هنحدد الزمن، يعني أقول طبعا الماضي البسيط بيتكون من التصريف الثاني للفعل، هنقول I traveled to Paris last week، يعني أنا سافرت باريس الأسبوع الماضي. ده الفرق بين المضارع التام والماضي البسيط. الماضي البسيط بحدد المدة بالتحديد، يعني مثلا أقول last year، 2 days ago، بيكون فعل حدث في الماضي. المضارع التام فيه كلمات دالة عليه، يعني أقول مثلا for 2 weeks، لمدة أسبوعين. أوكي since last Friday، من الجمعة، منذ الجمعة الماضية. وعندنا already و just و yet. أوكي فضروري تشوف شرح القاعدة بالتفصيل عشان تعرف أنا بحل إزاي. أول حاجة معنا ندى friends with مها since they were children. since من علامات المضارع التام. ندى يعني طبعا المفروض دي فريند مفرد، يعني هي عاملة صداقة مع مها منذ أن كانوا أطفال، يبقى ندى إيه؟ ندى مفرد، يبقى has been، has والتصريف التالت. I haven't drunk anything 2 hours، أنا لم أشرب أي شيء ساعتين. طبعا المدة اقول مثلا 2 hours، يبقى اقول ايه for 2 hours، انما since بجيب بعدها الايه، الساعة ذات نفسها، يعني اقول مثلا since 1 o'clock، من الساعة واحدة، انما هنا for بجيب بعدها عدد الساعات مش الساعة نفسها. have you ever cooked a meal for the family، هل سبق ان انت طبخت وجبة للعائلة؟ طبعا مضارع تام، have بجيب الفعل في التصريف الكام؟ ثالث. Have you ever cooked? No, I have played a musical instrument. لا، لم ألعب أو لم أعزف آلة موسيقية. No، بجيب معها إيه؟ بجيب معها never. No, I have never. يعني لم يسبق لي. No, I have never. They have known each other a long time. هم عارفين بعضهم من وقت طويل أو لوقت طويل. يبقى نقول ايه a long time، بجيب معاه ايه for. يبقى احنا عارفين ان since و for من علامات المضارع التام. for نقول for a long time، انما since بجيب بعدها المدة بالتحديد. داليا in Cairo، she's in أسوان now. داليا الى القاهرة، هي موجودة في أسوان الآن، ده معناه ان هي راحت القاهرة ورجعت. يبقى has، داليا مفرد، يبقى نقول has، التصريف الثالث من be تبقى been. has been يعني ذهبت وعادت. He has disabled all his life. هو معاق طوال حياته. يبقى has ايه، التصريف الثالث من be تبقى been. الصفات بتاخد verb to be والتصريف الثالث منها تبقى been، هي بتتنطق been مش been. هانيا have played tennis many times. هانيا لعبت التنس مرات كتير. هي طبعا مفرد ومضارع تام، يبقى تاخد ايه، has played. اما لو الفعل جمع مثلا students او kids او كده، نقول ايه have، التصريف تالت طبعا. I haven't eaten Chinese food، انا لم اتناول الطعام الصيني. طبعا haven't بجيب بعدها التصريف التالت، طب التصريف التالت من eat تبقى ايه، eaten. Has Lena ever seen the film؟ هل سبق للينا انها رأت هذا الفيلم؟ طبعا
has بجيب بعدها تصريف تالت يبقى has Lena ever seen. التصريف التالت من سي تبقى seen. How long have you been in this house؟ ما المدة اللي انت عشتها في هذا المنزل؟ طبعا have بجيب بعدها تصريف تالت يبقى lived. I have lived in the same house I was born. أعيش في نفس المنزل منذ أن ولدت. يبقى since I was born. و since بنجيب بعدها جملة. الجملة بعد since بتكون في زمن الماضي البسيط. يعني تصريف تاني للفعل. I haven't seen Romy the last time we were at the club. أنا لم أرى رامي منذ آخر مرة كنا في النادي. يبقى since the last time. منذ آخر مرة. منذ آخر مرة. He has eight to the club. He's still there. هو ذهب للنادي. هو مازال موجود هناك. ذهب ولم يعود يبقى has eight. Has gone. أما ذهب وعاد يبقى has been. Has gone يعني ذهب ولم يعود. Have you ever visited the zoo? هل سبق لك ان انت زرت حديقة الحيوان؟ يبقى have you ever. Have you ever. في السؤال بسأل بever. أما never أجيبها مع غالبا مع no. يعني no I have never been أو never no I have never visited the zoo. حسن has a headache. حاجة has حاجة a headache for 3 hours. حسن عنده صداع لمدة 3 ساعات. طبعا احنا عارفين ان هو عنده صداع تبقى مثلا تبقى حسن has a headache. الفعل الاساسي عندي عنده صداع يبقى has a headache. طب التصريف الثالث من has تبقى ايه؟ had. has had a headache. has دي بتاعت التام وhad التصريف الثالث. Mr. Tamer has worked at this school 2001. Mr. Tamer بيشتغل في المدرسة دي من 2001. احنا عارفين ايه اللي بيجي بعد السنين تبقى since. since والسنة. اما لو هقول for يبقى اقول مثلا for 20 years لمدة 20 سنة. يبقى سنس بجيب بعدها الايه السنة او الشهر او اليوم ذات نفسه. يعني اقول فرايداي مثلا جولاي فبراير. I have lived in the same house since I ate it. انا بعيش في المنزل ده منذ ان اشتريته. طبعا هنا مضارع تام قبل سنس. طيب سنس بجيب بعدها ماضي بسيط يبقى بوت. التصريف التاني من كلمة باي تبقى بوت. I a bike since I was 12 years old. أنا عندي دراجة منذ أن كنت عمري 12 سنة. since هي بعدها ماضي بسيط يبقى قبلها مضارع تام. يبقى I have دي بتاعت المضارع التام. التصريف الثالث من have a bike اللي هو الفعل الأساسي عندي دراجة تبقى had. I have had a bike since I was 12 years old. هنا بقى عندي الفرق ما بين المضارع التام والماضي البسيط لإجابة الأسئلة. I haven't finished my exams. أنا لم أنهي اختباراتي بعد. إيه اللي بيجي في الجملة المنفية في المضارع التام؟ هي كلمة yet بتيجي في نهاية الجملة. yet بتيجي في الجملة المنفية. She not traveled to another country since she was a baby. هي لم تسافر لدولة أخرى منذ أن كانت طفلة. since هي بعدها ماضي بسيط يبقى بلا مضارع تام. يبقى hasn't لان هنا شي بتاخد has ومنفيها بنوت اللي هو عايزها منفية. بعد كده يبقى hasn't traveled. traveled اكتبها ازاي؟ اضعف ال L وبعد كده اضيف ed. hasn't traveled. I not meet Adil since we were in Cairo. انا ما قابلتش عادل منذ ان كنا في القاهرة. طبعا since بعدها ماضي بسيط تصريف تاني يبقى قبلها مضارع تاني. I بتاخد haven't. طب هم في I haven't have بإضافة إنها بستروف تي. تصريف التالت من meet تبقى met. I haven't met. My father to be a champion when he was young. أبي أراد إن هو يكون بطل عندما كان صغير. وإن هي بعدها ماضي بسيط يبقى when خلت الفعل الجملة في الماضي. يعني أراد إن هو يكون بطل تبقى want. هكتبها ازاي في التصريف التاني؟ يبقى wanted.
لان هنا ايه علامة الماضي البسيط هنا؟ لما كان صغير كان عايز يكون بطل، يبقى هنا هكتب الجملة في التصريف التاني. He met her for a long time. هو ما قابلهاش من مدة طويلة. He طبعا بتاخد ايه؟ He hasn't. مينفعش اقول he haven't، الجمع بياخد haven't، اما المفرد زي he بنقول ايه؟ hasn't. 2 years ago، من سنتين، I play at a concert in the Cairo Opera House. أنا المفروض من سنتين، من علامات الماضي البسيط كلمة ago، منذ عامين، عزفت في حفلة موسيقية في دار الأوبرا المصرية في القاهرة. يبقى عزفت فعل ماضي، عشان ago من علامات الماضي البسيط يبقى هكتب play ازاي؟ هضيف لها ed. ليه ed؟ علشان ago علامات الماضي البسيط. Has Dahlia deaf all of her life؟ هل داليا يعني بتعاني من ان هي ما بتسمعش طوال حياتها؟ طبعا هنا هاز مضارع تام، يبقى الصفات بجيب معاها فيرب تو بي. طيب التام من كلمة تالت، تصريف التالت من كلمة بي تبقى ذان. My name is Salma، اسمي سلمى. I born in Syria، ولدت في سوريا. طبعا I ايه؟ I بتاخد was، يبقى I was born. My parents get married in 2001، والدي تزوجوا في 2001. طبعا 2001 سنة في الماضي، يبقى هنا عندي الفعل في التصريف الكام؟ التصريف التاني. يبقى هكتب got ازاي؟ هكتبها في التصريف التاني تبقى got married. We haven't visited Syria since I was very young. لم نزر سوريا منذ أن كنت صغيرا جدا. Since بجيب بعدها ماضي بسيط، يبقى أقول since I ايه؟ since I was. تصريف تاني. ماجدة visit England last week. ماجدة زارت انجلترا الأسبوع الماضي. last من علامات الماضي البسيط، بالتالي هكتب كلمة visit في التصريف التاني تبقى visited. Have you ever to a new place؟ هل سبق ليك ان انت انتقلت لمكان جديد؟ يبقى have بعدها تصريف تالت تبقى moved. Have you ever moved? How did they the answers؟ كيف كتبوا الإجابات؟ طبعا did ماضي بسيط، did بجيب بعدها الفعل في المصدر يبقى write. Did they write? She has written stories. She was 12. هي بتكتب قصص منذ أن كانت عمرها 12 سنة. طبعا مضارع تام، يبقى أقول إيه؟ since، لأن اللي بيجي وراها جملة هي كلمة since، منذ أن كانت في 12 من عمرها، يبقى since she was 12. They found their car near their house. وجدوا سيارتهم بالقرب من المنزل. طبعا وجدوا يبقى تصريف تاني، يبقى احنا عايزين حاجة بتدل على حاجة في الماضي، على الفعل في الماضي، يبقى ما ينفعش أقول غدا tomorrow، هتبقى ايه؟ بالأمس yesterday. Yesterday. Yesterday يعني بالأمس. She has talked to her friend 2 hours. هي اتكلمت مع صديقتها لمدة ساعتين. هنا مضارع تام علامته ايه؟ كلمة for بجيب بعدها المدة، عدد الساعات يبقى for. They have never Italian food. هم لم يتناولوا الطعام الإيطالي. طبعا have بجيب بعدها التصريف الثالث، يبقى they have never eaten. My sister go shopping last month. أختي ذهبت للتسوق الشهر الماضي، من علامات الماضي البسيط، بالتالي هكتب كلمة go في التصريف الثاني تبقى went. How long you been in أسوان؟ إيه المدة اللي أنت قعدتها في أسوان؟ For a year، لمدة سنة. يبقى هنا هنسأل بالمضارع التام، you بتاخد إيه مع المضارع التام؟ بتاخد have مش has. How long have you been؟ What does أحمد buy last week؟ ماذا اشترى أحمد الأسبوع الماضي؟ A new car، سيارة جديدة. يبقى الأسبوع الماضي من علامات الماضي البسيط، بالتالي لما أشوف كلمة last وأي حاجة وراها لازم الفعل اللي اتكتب عندي يكون هنا. طبعا ده سؤال، مش هقول في التصريف التاني، هو في التصريف التاني لو جملة عادية، إنما لما يكون سؤال هسأل بفعل مساعد اسمه did. يبقى what did أحمد buy last week؟ ونخلي بالنا إن did بجيب بعدها الفعل في المصدر. اوكي، ده كده حل جرامر يونت 4. اتمنى تكونوا استفدتوا معايا. لو في اي اسئله يا ريت تكتبوها في الكومنتس، وما تنساش الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه،
وشرح دروس الجرامر كلها هتلاقيها موجودة في قائمة التشغيل، اللينك هيكون في أول كومنت. Goodbye.